أهلا بكم. الحقيقة للأسف الأزمة الاقتصادية في مصر قفلت، وإن احنا مستنين حل غير عادي، حل من السماء، حل يوفر مبلغ كبير قوي قوي بس مرة واحدة. يعني مش حل كده قطاعي، احنا محتاجين حل مرة واحدة، مش قرض ابو ثلاثة وابو سبعة وبتاع. والحل ده الحقيقة بدأ الحديث عنه من اول الشهر اللي فات تقريبا. خلينا نشوف كده عمرو اديب في 2 ديسمبر كان بيقول ايه كده. الحل التاني هما حلين، الحل التاني ان تحدث تدفقات مالية كبيرة من شأنها تعمل لك التوازن اللي انت عايزه، غير كده مفيش، غير كده مفيش. يحصل فجأة يجيلك من برا ازاي بقى؟ ايه عامل ازاي ده؟ طبقا للناس اللي بتخاف، انا مع يعني ده فوق بقى قدراتي وفوق معرفتي. فيا الدنيا برا تفتح، يا الدنيا من جوه تبقى جاذبة للدرجة دي، فيجيلك فجأة خد انا جاي حاطط كل المبالغ دي عندك زي ما حصل في 2016. الحل التاني هما حلين، الحل التاني ان تحدث تدفقات مالية كبيرة من شأنها تعمل لك التوازن اللي انت عايزه. ايه بقى اللي هو المبلغ اللي هيجي لك مرة واحدة؟ ليه؟ هو في حد ممكن يرمي فلوس مرة واحدة مقابل ايه؟ ده اللي قاله في 2 ديسمبر. رجع من يومين يتكلم عن الحل ده تاني بس بلهجة فيها انذار. قالك ان اللي فوق عارفين الطريق. نسمع كده. علشان بس انا لقيت ايه الناس امبارح قاعدة، الحق الصندوق، الحق الاجتماع بتاع مركزي، لا ده ولا ده هيعمل حاجة خالص. احنا عندنا حل واحد ملو مفيش غيره، وانا مش عايز اقوله عشان كل ما بقوله ايوه طبعا انت ولا حاجه خالص. بقى اللي مسؤولين على البلد دي عارفين ازاي مبلغ واحد في وقت واحد يجي مره واحده، عشان فك خد 6 مليار 4 5 مليار دخل كل البضائع، قلل الاسعار، ابتدي تنفس. انت المبلغ انت عايز حاجه تعمل لك قفزه، عايز حاجه تغير لك الدنيا. طيب السؤال بقى، يا ترى ايه الحل اللي هيجيب فلوس كده مره واحده يا عمرو واللي فوق عارفينه؟ ايه الحل السحري؟ نبيع حاجه مثلا؟ طب ما هم نازلين بيع في كل حاجه في البلد، ايشي بنك متحد لبنك القاهره اهو، الاخبار اهي، شركه البويات والصناعات الكيماويه باكين تناقش عرضا اماراتيا للاستحواذ عليها. ما هو عمالين يبيعوا. البنك السعودي الفرنسي أبدى اهتمامه بالاستحواذ على بنك القاهرة. اللي بعده أهو. طب إيه الحل بقى؟ إيه الحل؟ ولا يقصد حاجة كبيرة تتباع مرة واحدة؟ لوكشة، الأهرامات مثلا؟ ولا تبيع قناة السويس؟ في ناس، في حد كلمني وقال لي على فكرة الراجل ده عينه على سينا. معقول؟ قال لي اه معقول. الراجل ده باع قبل كده تيرانو صنافير، عينه دلوقتي انه يبيع سينا بالكامل. لمين؟ لمحمد بن سلمان، لانه بيعمل مشروع نيوم الجديد. طيب هل الراجل اللي بيتكلم الكلام ده بيتكلم من هبل يعني؟ لا، الكلام فيه شواهد كتير ممكن تأكد ان فعلا سينا ممكن تتباع بالكامل، لانه الشواهد بتقول ان السيسي بدأ في التوسع في تهجير مساحات اكبر من أراضي سيناء حتى طالت القبائل اللي بتساند الجيش. يعني القبائل اللي كانت مسلحة وساندت الجيش دلوقتي التهجير اشتغل لها وصلها، أخرت خدمة الغز علقة. تخيل، يعني القبائل دي اشتغلت مع الجيش المصري في مقاومة الجماعات الإرهابية، وقتلوا وعملوا قاتلين اكلين شاربين مع بعض.
النهارده اراضيهم بيتهجروا منها. مش بس كده، ده في مجموعات قبليه مسانده للجيش المصري تتخوف من سحب سلاحها لانها معاها سلاح كتير. هل ده ممكن تكون مؤشرات على انه عايز يبيع سيناء بالكامل؟ او ممكن ما يكونش بيع، ممكن يكون استئجار سيناء 100 سنه لصالح السعوديه، والسعوديه تسلمه للي هي عايزاه، صفقه القرن اللي هو كان بيتكلم عنه، او مشروع نيوم. هتقول لي السيناريو ده بعيد، هقول لك طب اللي سلم تيران وصنافير ومضى على سد النهضه وعمل اللي ما عملوش خاين في مصر تتوقع منه كل شيء. الكلام عن بيع البلد بالجمله بقى تقرير رسميا بيتكلم عنه. ادي عرض اهو، عرض اراضي للاجانب بالدولار، بيع على عينك يا تاجر. مصر تواجه ازمه سيوله العملات الاجنبيه بالسماح للاجانب بامتلاك الاراضي القاهره اشترت عليهم الدفع بالدولار. زمان ايام مبارك ما كان ممنوع اجنبي يعني يتملك، الا اذا كان يعني زي الجدع الكويتي الخرافي لما امتلك حته كبيره جدا في مرسى علم ومطار، بس ده الخرافي ده معروف يعني، شركه معروفه وكان رجل اعمال كويتي معروف. انما اي حد تاني كان يخش يقول لا حق انتفاع. النهارده بقى بيع. وبالتالي هل دي كانت الخطه في البدايه؟ ان السيسي يجرجر مصر في طريق الديون لغايه ما تدمن انت على الديون، وبعد كده يبيعها لحم وشحم وعظم وكل حاجه؟ على فكرة الكلام ده قالته سي ان ان، بتقول كيف أصبحت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان مدمنة على الديون. سي ان ان عربي أهو قدامك في وشك، كيف أصبحت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان مدمنة على الديون. ناخد التفاصيل نشوف تفاصيله في إيه بقى. التقارير بتقول بدون الإصلاحات المناسبة قد لا تتمكن مصر أبدا من التخلص من مشاكلها المالية المزمنة وكسر إدمانها المتزايد على الديون. سي إن إن بتقول مصر كانت على طريق الإدمان من 2016، والمحللون يؤكدون أن المشكلة تكمن في العجز الواضح عن تغيير طريقة عمل اقتصادها. تنفق الدولة التي تعاني من ضائقة مالية أموالها على مشاريع ضخمة وفاخرة، بينما تحتاج قطاعات أخرى للدعم بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية. ده سي ان ان، مش بي بي سي، مش مكملين، مش محمد ناصر. خدي خبر تاني اهو، قروض مالية جديدة ألمانية جديدة بقيمة بجديدة ومبادلة ديون بقيمة 370 مليون دولار يورو. عمال يمضي، هو قاعد يمضي على ديون. والنتيجة إن البنية التحتية بقت للبيع، سواء سينا يعني أنت هتبيع يعني سينا أو أي حاجة تانية. لأن زي ما قال البنك الدولي صندوق النقد الدولي إن إحنا يتوقع إن إحنا نجيب لمصر 14 مليار دولار. منين؟ تمويلات من بيع أصول الدولة. مش ده اللي قاله البنك صندوق النقد؟ قال لك بعد ما خدنا 300 وحاجه مليون دولار دول، يتوقع ان الصندوق يقدر يجيب لمصر من الصناديق السياديه الخليجيه ومن الشركاء مبلغ 14 مليار عن طريق بيع اصول مملوكه للدوله. المشكله ان الاصول المملوكه للدوله دي هي المصانع اللي بتشغل الناس وبتوفر احتياجات الناس، عشان نرمي فلوسها في الصحراء في مشروعات العاصمه الاداريه اللي الجيش الحقيقه ومقاول تبعه اسمه ايوب عدلي. افتكر الاسم ده كويس قوي، مقاول تبع الجيش حاج محمد اسمه، انت عارفه، عارف ايوب عدلي انت. الراجل ده راح باع للناس شاليهات في العاصمه الاداريه وما ادهمش حاجه. اسمع بقى الناس بتقول ايه، هات البوست كده الاول. ايه ده يعني انا دلوقتي انا لو اتصل عليا انا اسمع ابيض مفيش اي حاجه.
اتقسم عليا خلاص، الدنيا كلها راحت معايا. انا دلوقتي عايز اشكي لحد، مين مسؤول في البلد تيجي بينا حقنا؟ احنا دلوقتي بندور على حد نشتكي له، احنا مش عايزين نعمل هيئه مشروعات القوات المسلحه لان هي شريك. لا انت مش لا ازاي لازم هم اصحابه قوي، واحنا اشترينا ثقه فيهم، هم مش لاقي حاجه، اشترينا ثقه بارتجاهات القوات المسلحه عشان سيئته هو اداله الارض. دلوقتي احنا ما استلمناش سلاحاتنا وما خدناش اي حاجه، وبنطالب اي حد يساعدنا، اي حد مسؤول في البلد، جهات القوات المسلحه، رئاسه الجمهوريه، اي حد رئاسه الوزراء، من فضلكم تابعوا مشكلتنا دي، وعايزين حل ضروري حد يتدخل فيها. طيب لدرجه هات البوست بقى كده، البوست بيقول ايه عشان بس الناس تفهم القصه. البوست بيقول دي تالت مصيبة للي اشتروا في العاصمة السنة دي 22، وشركات الجيش شريكة في النصب. القوات المسلحة وشركة أيوب عدلي أيوب نصبوا على مالكي وحدات ستيلا عين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة فنكوش، والأيام ستشهد. أيوب عدلي ده لو أنت فاكر ده اللي خدوا منه الأوتيل بتاعه يا مصطفى، اللي بنته طلعت اتكلمت وقال لما اتكلمنا احنا قلت لك القناه الاخوان، فاكر القصه دي علي؟ ايوب عدلي ده دخلوا على اوتيل لي وخدوه كده وقالوا له هات الرسومات والحاجات ومش عارف ايه، وطلعت بنته عملت فيديو تشتكي القصه دي. لما احنا زعنا الفيديو بنته شتمتنا، بنت ايوب عدلي ايوب. اتاري بقى ايوب شريك مع الجيش في العاصمه الاداريه، يعني وسخف بعضها يعني. طب عادي يا عم ايوب، اذا كنت انت شريك في النصبايه دي مع الجيش اوكي استحمل بقى، ياخدوا منك الاوتيل، ياخدوا منك البوكسر. ايوه هو ده يا علي، انا شايفك نشطه قبطيه، انا اسف يعني مش بنته. ايوه هو ده يا علي، فاكرين النشطه القبطيه لما كانت بتتكلم على ايوب عدلي ايوب وانه هتاخدوا منه الاوتيل بتاعه، وجات لجنه من الجيش قالت له سلمنا المخططات الهندسية، حد فاكر الفيديو ده؟ اهو الست دي. جميع طلع معاكم النهاردة لأن عندنا مشكلة، المشكلة دي كبيرة بكل أسف وتكاد تكون مصيبة. الحقيقة إن في موضوع في مصر محدش يقدر يتكلم فيه، لكن يعني الرئيس كان عودنا ان احنا المصارحة والشفافية، واعتقد ان ده وقت كمان للمصارحة والشفافية. مهم جدا ان يكون في كلام صريح حتى لو الكلام ده بيضايق احيانا، ولكن ما ينفعش ان احنا نغض النظر عنه او نعمل ان احنا مش شايفين حاجة. الموضوع النهاردة في كارثة، كارثة بمعنى كلمة كارثة بكل أسف. وفي جهاز كبير متورط في الكارثة دي. نبتدي وعلى بركة الله، وزي ما عودتكم وزي ما عودتوني إن النش بيجيب نتيجة، يجيب نتيجة كويسة. احنا مش عايزين شر، مش بنقصد شر، لكن كمان في امور ما ينفعش نسكت فيها. نبتدي على طول علشان خاطر مش عايزة اضيع وقتكم. في شركة لإدارة الفنادق مملوكة للجيش، الشركة دي اسمها تيوليب، وحاليا الشركة بتاعت الجيش اللي هي شركة تيوليب دي ابتدت تستحوذ على فنادق تابعة لرجال أعمال بعد وضعهم تحت أنواع من أنواع التهديد. يعني بيتم دي الست اللي طلعت تدافع عن ايوب عدلي ايوب والاوتيل بتاعه. لما احنا طلعنا في القناه هنا اتكلمنا على الفيديو ده اللي هو ده، اسمع، ومشاريعهم بالتهديد والابتزاز والقوه، وزي ده اللي بيحصل بيعملوه بقاله يومين، اليومين اللي فاتوا دول مع رجل الاعمال قبطي اسمه، انا اسف اني بقول قبطي بس رجل الاعمال ايوب عدلي. ايوب عدلي شركه اسمها تيوليب تابعه للجيش عايزه تاخد منه الفندق بتاعه.
عايزة تستحوذ على فندق رجل الأعمال. النهاردة بقى بتكتمل الخطة. أيوب عدلي أيوب شغال معاهم في العاصمة الإدارية وناصب على الناس. أنا بقولش ناصب، الناس هي اللي بتقول. الناس بتقول إنه خدوا فلوسنا ومفيش شاليهات في العاصمة الإدارية من شركة أيوب عدلي أيوب، يعني حرامي. لما طلعت النشطة القبطية دي شتمتني، قالت إلي إخواني يطلعوا من الموضوع. أما أنتوا فاسدين مع بعض، يعني ما أنتوا شلة كده مع بعض فاسدة، رجال أعمال على رأس السلطة على رجال دين. الوطن صنم كهنته التلاتة دول. الوطن يعملوه صنم، يقولك انت بتدافع عن وطنك ياض. الوطن ايه؟ الوطن ايه؟ الوطن لما قرص الطعمية بقى باتنين جنيه، ايه الوطن؟ لما لفة العيش الشامي بقت باربعة وعشرين جنيه، ايه الوطن؟ لما الفول اللي كنا بنتريق على المصريين بياكلوه بقى بسبعين جنيه العلبة، ايه الوطن؟ فالكهنة بقى بتوع اي صنم له كهنة، اي صنم. فالكهنة بتوع الصنم ده طبعا راس السلطة وولاده بقى أحمد السيسي اللي مدورها. ده أنا ليه قاعدة معاك يا أحمد يا سيسي؟ خطيرة خطيرة أنت ومعتز اللي عليه قضايا. وتقول لي بقى إزاي معتز خرج من القضايا دي وأنت راجل مسؤول عن وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي؟ أحمد السيسي وقرايب السيسي وبعدين بقى رجال الدين والإعلاميين ورجال الأعمال دول الكهنة. فطلعت الست بتدافع عن كاهن من كهنة الصنم، لدرجة ان في مشروعات اتدافع فلوسها ولسه حتى الآن أصحابها ما استلموهاش. اسمع الست دي. العاصمة الإدارية مش هتتباع غير لما توقفوا الأف بلان. كل الأف بلان بروجكتس المطروحة دلوقتي وكل اللونشز المطروحة دلوقتي لازم تقف عشان تعرفوا تبيعوا في العاصمة الإدارية. الأف بلان بروجكتس هي المشاريع اللي اتباعت بالكامل وتلمي فيها فلوس ولحد دلوقتي ما حصلش فيها إنشاءات أو حتى المراحل الإنشائية بتاعتها هي مراحل متأخرة. طيب يعني دي الست قالت لك اهو، ودول كلهم رجال اعمال تبع الجيش زي ايوب عادل ايوب كده. عرفتوا الحل فين بقى؟ قال لك الحل ان احنا يجي لنا مبلغ مره واحده. هيجي لك مره واحده ازاي وانا مش عايز اتكلم؟ مش عايز اتكلم ليه؟ واللي فوق عارفين. عارفين ايه؟ عايزين تبيعوا ايه بقى؟ سينا كامله كده عايزين تبيعوها؟ ما السودان غلبان هياخد حلايب وشراتين يعمل بيها ايه؟ انما انتوا عايزين تبيعوا سينا يعني؟ ممكن